السلام عليكم الاخوان والاخوات، جيت نجاوب هذه الجريده هذه اللي صراحه الله عجبني الحال وفي نفس الوقت ما عجبنيش الحال نهائيا. تعمل وترعى ابنها في نفس الوقت امراه جزائريه تفتح انا ماشي امراه جزائريه، جزائريين خوتي خواتاتي على راسي عيني وبلد شقيقه وكنبغيوكم كنحماقوا عليكم كما نتوما كتبغيونا، ولكن انا مغربيه وافتخر، كنفتخر بالمغربية ديالي وكنفتخر بانني مرا مغربيه. صراحه الله هاد الجريده هادي عجبني الحال وفي نفس الوقت ما عجبنيش الحال. انا مرا مغربيه، كل شيء هادشي اللي قالوا هو هذا، كنجري على وليداتي بالحلال، كنعاون على الزمان، دايره مشروع صغير، كنبيع الحوايج ديال الدار، هادشي كله هو زوين عجبني فيه الحال، ولكن انا مرا مغربيه وافتخر بالمغربية ديالي. انا مرا مغربيه مجاهده حره، كنجري مع الزمان، كنكافح على وليداتي، في نفس الوقت كنربي وليداتي، هادشي كلشي زوين، ولكن مع كل احترامي للجزائريين خوتنا شقاقنا على راسنا وعينينا، بلاد شقيقة بلاد عزيزة كما راحنا عزيزين عليكم، ولكن انا كنبقى مرا مغربية. كنتمنى خوتي خواتاتي تبارطاجيو هاد الفيديو باش يوصل لجميع الناس وتوصل حتى هاد الجريدة، علاش لا، انا مرا مغربية وافتخر بالمغربية ديالي، هادشي اللي كاين وكنفتخر ببلدي، ومع كل احترامي خوتي الجزائريين كنبغيكم وكنحماق عليكم كما نتوما كتبغيونا، ولكن انا كنبقى مرا حرة مغربية مغربية مغربية. السلام عليكم، كنتمنى خوتي الله يجازيكم بخير بارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل لجميع الناس، وشكرا.